بنرحب بحضراتكم في المؤتمر الأول لشركة باير لإعلان إطلاق الأصناف الذرة الجديدة الخاصة بشركة ديكالب، أحد الشركات التابعة لشركة باير العالمية. طبعاً ديكالب شركة عريقة جداً في مجال إنتاج البذرة على مستوى العالم، ولينا الشرف إن إحنا أول ما هندخل مجال البذرة نزرة تقاوي الذرة ندخلها من خلال شركة عريقة زي شركة ديكالب وشركة باير. بنرحب بكل الضيوف سواء أصحاب مزارع أو مديرين مزارع أو تجار تقاوي. النهاردة اليوم هيكون لإعلان أسماء الأصناف، أسماء الوكلاء الخاصين بتوزيع الأصناف الجديدة لبراند ديكالب. بالنسبة لنا شايفين أن محصول الذرة ده من أهم المحاصيل الاستراتيجية اللي هيكون ليها سوق واعد في مصر الفترة الجاية، وبشركة زي بحجم باير والتطور والRD اللي عندهم ده شايف أن ليه مستقبل كويس، وإن شاء الله يعني نقدر نخدم المزارع ونقدر نزود المساحات المزروعة. النهاردة بنجني ثمار مجهود 3 سنين في الأصناف. احنا عندنا السنة دي 3 أصناف متسجلين في مصر، 7023 مع شركة الصفا الوكيل الجديد، وال6715 وال6919 شركة دالتكس. أصناف الشامي دي قلب نمو بادرة عالي جدا من أول النمو، ماشية معايا تزهيرها مبكر جدا، زائد ان هو الاصناف اتحملت معايا تكثيف جامد. انا بحكي تجربتي ان انا مزارع قبل ما اكون تاجر. النهاردة ان شاء الله هنعلن الخطة التسعيرية بتاعة الشركة دي، بنراعي فيها ان الاصناف تكون متوفرة للسوق المصري باسعار تهم المزارعين كلهم. الخطة التسعيرية دي يبقى فيها شفافية. تتكلمنا تجربة مع بعض الأصناف اللي هي بتنطرح السنة دي للسوق المصري، وكانت كويسة جداً وكانت نتائج مرضية بالنسبة للحبوب أو السلاج حسب الأصناف اللي احنا وجهناها تبع الشركة. الأصناف دي لها مميزات تبكير، وطبعاً الجديد فيها وشركة باير مقدماها إنها بتنزرع على مسافات ضيقة 12 سنتي، فبالتالي هي المسافات البينية بينها قليلة، ده بيسمح بتخلل الإضاءة والحرارة، وبالتالي ده بيساعدنا على إن احنا لما بنكثف ما بيبقاش فيه تأثير لا على نمو النبات ولا على حجم الكيزان. ده بيتوافق طبعا مع بعض التوصيات الخاصة بالتسميد، إن كل ما بنعلى في الكثافة بيفضل إن احنا نزود التسميد الأزوتي، ولكن ده مش في المطلق، لأنه في بعض الأصناف بتنتج إنتاجية كبيرة حتى على التسميد الطبيعي بتاع المزارع. وأنا كان ليا تجربة على صنف معين زي ال 7023، وده من الأصناف اللي أنا شايفه إن شاء الله الفترة الجاية هيبقى ممتاز جدا. ميزة الصنف ده إن هو بيتحمل التكثيف بدرجة عالية أوي لحد 40,000 نبات في الفدان. عنده القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة في درجات الحرارة المختلفة. الأوقات بتاعته بتبقى متعامدة لفوق، وده بيديه ميزة في عملية التكثيف. الكوز بتاعه بيجف قبل العود، فده بتبقى ميزه بالنسبه لنا في السلاج، ان لا قدر الله لو حصل اي مشكله في المعدات اثناء عمليه الحصاد عندنا قدره ان العود يفضل مكمل معاه لفتره طويله. يحقق انتاجيه عاليه مع تسعير مناسب للاصناف دي. الاصناف ديت زي ما قلنا ان هي اصناف واعده مختلفة جدا عن السوق. شركة باير بتهتم بالشكل الكبير ان هي بنسميها جيم تشينجر، او ان هي بتغير شكل السوق. تغيير شكل السوق في شكل النبات، في شكل التكثيف، في شكل انتاجية عالية مع كواليتي عالي جدا. مزارع يقدر يكثف ويقدر يزرع الفدان بتاعه فدان ونص، وتكلفته كزراعه تساوي اقل كتير من الاصناف المنافسه. الميزه الاهم بالنسبه له انه بياخد انتاجيه تزيد 25-30% عن الاصناف المنافسه، فبالتالي قيمه مقابل سعر. وهنعرف المزارع تكلفته بالنسبه للفدان مقارنه بالاصناف الثانيه، وايه الفوائد بتاعت كل صنف، وهيبقى قاعدين مع الموزعين عشان يعرفوا كل موزع معاه اصناف ايه. بالنسبه لشركه باير بحييها على ادخالها الاصناف دي تاني مصر بتاع شركه ديكالب الامريكيه، وهي شركه قويه وشركه رائده في انتاج التقاوي. ان شاء الله دخول شركه باير سوق التقاوي في مصر يكون ليه انعكاس قوي جدا جدا على الانتاجيه، وده ان شاء الله يحسن وضع مصر ويقلل من الفجوه الاستيراديه اللي مصر بتمر بيها. شكرا جزيلا.